إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون، وأفوض أمري وحالي إلى الله. إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلومين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، يا ابن يا ابن يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين. ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم لا مع غيركم، فنفوز فوزا عظيما. أبدر العشيرة من هاشم، أفلت وهيهات أن تطلع. فقدتك يا ابن أبي واحدا، ثكلت به مضرا، أجمع قصمت القرى، قصمت القرى يا وهدمت القوى، وأحنيت فوق الجوايا أضلعا لقد هجعت أعين الشامتين. وأخرى لفقدك لن تهجعا حميت الضعينة من يثرب. أبو فاضل، حميت الضعينة من يثرب وأنزلت يا الجانب يا الأمنى أساق العطاشا، لقد كظها الظما فاستقيت بعدك الأدمعا، إذا أفزعتها عوادي العدا. فمن ذا يكون لها مفزعا، وإن أنسى لا أنسى أم البنين.
وقد فقدت ولدها أجمعايا تنوح عليهم بوادي البقيع فيذري الطريد لها الأدمعا ولم تسلما فقدت واحدا فما حال من فقدت أربعة إلا بقصى المدينة أم البنين تصيح بالويل وتندب يا أبو فاضل يا صنديد الرجاجي يقولون يا ابني باللواء شقيت الصفوف ودارت عليك القوم يا ابن بزان والسيوف ووقفت يم المشرعة مقطوع لجفوف مفضوخ راسك والدم من جروحك تسيل يقولون طبيت النهار وطلعت عطشان ورجعت قلبك بالظما يلتهب نيران ويا ليت مثلك يا الولد يوجد بالاخوان لاجلك لواصل بالبكا ليلي ونهاري بعد يقولون راسك يوم حط بحجره حسين للقاع رديت يا عقلي ويا ضي العين ويا ليت مثلك يا الولد تنذبح سبعين ولا كان صدري ابن البتول ترضه الخير معلوم يا ابني ضيعت زينب وليتام حرمة وضعيفة وخايفة والقوم ظلام والله حسافا كان زينب دخلت الشام من غير والي والولي مقيد بزنجي لا تهيجون احزان قلبي يوم سلمين راح واولادي لا تسموني ام البنين لو راحوا اثنين وعليا ردوا اثنين بلشت علي دهون جمرتها المذابي أشبال أربعة والناس كلهم يحسدوني وكل الخلاق بأم البنين يخاف شبان كلهم فرد ساعة فارقوني وظلوا بعرصاية كربلة من غير تغسي والي 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 لا تذكروا لي هالاسم ذاي وبفاني ابنين البنين وكربلة ضمت أولادي وراعي العلم مطروح مقطوع أيادي وزينب بلي رجال حسرة على المهازي ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين
قال مولانا جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه مخاطبا عمه العباس في زيارة الله، السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين وللحسن والحسين. أطر مجلسنا هذا بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. ثانية بأعلى أصواتكم. على محبة أبي الفضل العباس. ثالثة بأعلى أعلى أصواتكم. وارحمنا بمحمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. مسألة الألقاب لها أهمية كبرى وتكشف عن أمور مهمة خصوصا عند العرب، حيث أن اللقب عندما يلتصق بإنسان فإنه يبقى إلى أبد الدهر معه. فلذلك اللقب له فلسفة، له غاية، له حكمة. لماذا يلقب الناس؟ يعني كل منا اليوم عنده لقب معروف، هذه العائلة باللقب الفلاني، تلك العائلة باللقب الفلاني. ما هو الهدف من وراء الألقاب؟ يقول اللغويون أن اللقب في تعريفه هو ما أشعر برفعة أو بضعة. يعني عندما يلقب شخص، إما أن يلقب بلقب يشعر الآخرين بوضاعة ذلك الشخص أو برفعة ذلك الشخص، وأن اللقب إما أن يكون مدحا لهذا الإنسان أو يكون قذحا فيه. فلذلك مسألة مهمة، نفتح قوس، مسألة شرعية، أن كثيرا من الألقاب تكون نتيجة مواقف أو أحداث. فلذلك حذاري من الإنسان المؤمن أن ينعت أو أن يصف أحد بلقب ما ارتجالي هكذا، ويكون الطرف الآخر غير قابل له، خصوصا نحن في المجتمع الخليجي والبحريني بالخصوص. كثير من ألقاب العائلات هي بمناسبات، يعني مثلا العائلة الفلانية اسمها كذا، ليش؟ يجيبوا لك قصة، يعني لأجل هذا الأمر صاروا يلقبون بهذا الأمر. وسهل يعني قضية نعت الناس بالألقاب والأوصاف. شوف لك إنسان مثلا يمشي بالطريق يوم واحد يتعرقل له بشغلة ويطيح، يقولون فلان طاح، بعد ذلك يصير اسم اللقب العائلة شنو؟ بيت الطايح. إذا هو طاح، على كل حال صادت حادثة، قضية، ما خلاص من الحادثة والموقف يأخذون شنو؟ اللقب. لذلك اليوم شوف ألقاب كثير من العوائل ما يقبل أصحابها بها، يقول له مثلا أنتم مثلا في منطقتكم معروفين بالبيت الفلاني، يقول لا احنا مو لقبنا هذا، بس الناس على كل حال مشتها بأنه بيت الفلاني. مو بيت الفلاني، لقبنا آخر مثلا. وين المسألة الشرعية؟ المسألة الشرعية أن لا تلصق بأناس لقبا ما، نعتا ما، صفة ما، وهم غير قابلين بها، ويكون بعد ذلك فعلك هذا شيء ملتصق بهم إلى أبد الدهر، ويعتبر هذا تحت شنو؟ عنوان إيذاء المؤمنين.
يعني ما تنعته وتلقبه وتصف يعني تعطيه صفة ما يقبل بها، كأنما انت شنو سويت؟ آديته بطريق أو ما رضيت أو ما رضيت، قاصد أو مو قاصد، بالنتيجة هو شنو؟ إهانة له يعتبر. يقول لك لا تقول لي كذا لقب، أنا مو هذا لقبي، أنا معروف بمنطقتي باللقب الكذائي مثلا. أنا كل حال نرجع إلى الحديث، فيقولون أن اللقب هو ما أشعر برفعة أو بضعة. وطبعا هذه الألقاب لها تأثير حتى نفسي على من؟ على صاحبها. واليوم العلم الحديث وعلم النفس بالخصوص يثبت مسألة بأن اللقب الكنية الاسم له تأثير مباشر على الإنسان ونفسية الإنسان، بحيث أنت عندما تسمي لك واحد طفل مثلا الآن هو بنعومة أظفاره وصغير تسميه صادق، يوم اللي تسميه صادق هو عمره مثلا يوم ويومين، يعرف شنو معنى الصادق؟ ما يعرف، صحيح؟ يكبر بعد ذلك سوف يسأل عن معنى شنو اسمه، فإذا علم بأن صادق معناه اسم كثير جميل ومعناه جاي من الصدق، وهذه خلة وخصلة جميلة يتحلى بها المؤمن، بعد ذلك هو شي يسوي للطفل؟ يحاول يقارب هذا الاسم حتى يقولون بعد ذلك اسم على شنو؟ مسمى. عكس إذا سميته اسم مثلا قبيح، هو نفسه يتأثر نفسيا عندما يسمى بذلك الاسم وينعكس بعد ذلك على نفسيته. فعلى كل حال يقولون الألقاب على نحوين مثل ما عبرنا، ضعة أو رفعة. مثال على هذا وعلى هذا، يقولون اللقب الذي يشعر بضعة، صفة مو لطيفة مثلا، خلة مو جميلة في الإنسان، مثل عندما يلقب مثلا كما موجود في التاريخ عن أحد حكام بني العباس وهو أبو جعفر المنصور المعروف بشنو؟ بالدوانيقي. دوانيقي شنو؟ يقولون دوانيقي جاية من الدانق. الدانق شنو؟ الدانق هو سدس الدرهم، عملة، سدس الدرهم يعتبر يسمونه شنو؟ دانق. جمع دانق شنو؟ دوانق، فصار دوانيقي، والياء ياء النسبة كما يقولون. مثل الآن أنت من وين؟ من هالقرية المباركة المرخ، عندما يلقبوك يقولون مرخي، فهذه الياء شنو؟ ياء النسبة يسمونها، فلان درازي، فلان مقابي، فلان نعيمي، فالياء ياء النسبة يسمونها، فهذا سمي بالدوانيقي نسبة لهذه العملة البسيطة الزهيدة وهي سدس الدرهم. الآن واحد يسأل يقول شو المناسبة بين هذه العملة وهي الدانق وبين هذا الشخص أبو جعفر؟ يقولون أن النسبة هو أن هذا الرجل، هذا الخليفة العباسي، لشدة بخله كان شحيحا، كان بخيلا يعني إلى أبعد الحدود. يقول لك يعني تأخذ روحه ولا تأخذ من عند درهم، فمعروف بالبخل الشديد، فالتصق الدانق كعملة زهيدة وبسيطة مع ويش؟ مع بخل هذا الشخص، فسمي بالدوانيقي. لذلك يقولون في أحواله بأن كل مصاريفه في العام كلما تتجاوز 2000 درهم، وهذا خلاف ما عليه بني العباس. بني العباس عادي طبيعي في ليلة واحدة على راقصة أو مغنية يصرف آلاف المؤلفة من الدنانير، ودنانير الذهب مو هكذا اليوم قرطاس، عادي يعني. بينما هذا يقول كل مصاريفه في كل العام ما تتجاوز 2000 درهم، دلالة على شنو؟ شدة بخله. فهذه أو هذا اللقب أشعر يقولون بشنو؟ بضعة، والبخل صفة جميلة لو ذميمة بلا إشكال بأنها ذميمة. أما القسم الثاني، ما أشعر برفعة، وهذه هي ألقاب من؟ أهل البيت سلام الله عليهم، عندما يلقب مثلا الإمام جعفر بن محمد بالصادق،
شيء جميل، نعت جميل، أو الكاظم، الباقر، السجاد، زين العابدين، هاي كلها يسمونها ألقاب تشعر برفعة صاحبها. إنزين، بعدها المقدمة كلها إذا عرفناها نرجع إلى كلام الإمام الصادق سلام الله عليه حتى نعرف ما هذا اللقب الذي نعت به ووصف به عمه. قال: السلام عليك أيها العبد الصالح. لقبه بشنو؟ بالعبد الصالح. الآن نقول هذا لقب، لكن في ذات الشيء لابد أن نلتفت بأنه ليس لقبا فقط وفقط، وإنما يعتبر شهادة من المعصوم في حق من؟ العباس. يعني لا تطلع بأنه لقب محض، كثر ما هو شنو يعطي شهادة. الآن المعصوم جاي يشهد في حق آخر، وتخلي ببالك مسألة مهمة، بأن الملقب الآن من؟ مو كاظم وفلان وفلان، من تتدخل العواطف والأحاسيس في أحكامهم على الناس، لا، الذي يلقب الآن إمام معصوم. يعني إذا كان صالح سوف يسميه صالح، وإذا كان طالح سوف يسميه طالح. ما تتدخل العواطف ومداراة، وهذا عمي وهذا ابن عمي، لا، قالها حقيقة لجدارة وكفاءة ولياقة العباس سلام الله عليه. مثل هكذا لقب، قال العبد الصالح، فأولا هو لقب من معصوم، الشيء الثاني شهادة في حق العباس بأنه عبد صالح. بعد الآن فهمنا أنه لقب بالعبد الصالح، لأن هالأمور إذا التفتنا لها وقرأنا ما بين سطورها تزداد معرفتنا بالأشخاص، وإحنا ما عندنا قداسة للشخص كثر ما هو قداسة لمعناه، مبادئ من هو، ما يمثل من قيمة يعني. فلذلك عندما أطلق العبد الصالح، أنت تفكر العبد الصالح شنو يعني؟ كلمة العبد يقصد بها العبد هذه أنا وأنت كنا عبيد لله، مو صحيح؟ لا، في مرتبة من مراتب العبودية هو أنني أمتثل الواجبات رجاء الثواب، وأترك المحرمات خوف العقاب. هذه العبودية العادية الموجودة عندي ومثل أمثالي يعني. بس يوجد العبودية اللي يقصدها الإمام الصادق مو هذا القسم، مو هذا النوع، يقصد العبودية كنعت أعظم ما وصف به الله سبحانه وتعالى نبيه الأكرم محمد صلى الله عليه وآله. يعني الله إذا أراد أن يكرم إنسان ويتضح بأن هذا الإنسان وصل إلى أرقى مراتب الكمال كان يسميه عبد. لا تفكر بأن العبد المقصود في مقابل المعبود، لا، المقصود ما هو العبد، حقيقة العبد والعبودية. وإلا كما يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه، العبودية على أنحاء ثلاثة. لذلك هو يقول يوجد لدينا عبادة وهي عبادة العبيد. شنو عبادة العبيد؟ يعني لولا خوف هذا العبد وهذا الإنسان من نار جهنم وما أعده الله للمجرمين ما كان يمتثل، ما كان يقوم بالواجبات وينتهي عن المحرمات. يعني لولا النار لما ارتدع. وسبحان الله، شايف اليوم أكثر الناس مع وجود النار تقريبا يقولون ربع القرآن أو خمس القرآن كله وعيد وكلام عن النار، ومع ذلك الناس ما تخاف. وإذا يخاف يخاف وقتيا الآن بعد ما يسمع الخطيب يعني، وبعد من عند الباب ولا كأنه صاير شيء. على كل حال، يوجد لدينا عبادة تسمى عبادة عبيد، ويوجد لدينا عبادة تسمى عبادة تجار. شنو عبادة تجار؟ يعني يتعامل مع الله كتعامل التاجر مع شريكه، تعطيني أعطيك. ما تشوف بعضهم يفتح لك كتاب مفاتيح الجنان ويطالع وين الأعمال
الخفيفة في اللسان والثقيلة في الميزان. يعني إذا ما يشوف له عمل في 20,000,000,000 قصر وكذا وغيره وهذا ما يسوي شيء، لابد أولا يسمع بالثواب الكبير. تقول له سوي لك ركعتين قربا لله، مو رجاء لشيء. قال وش اللي تعبني، خليني أقوم ببعض الأمور قليلة، قد يكون أذكار بسيطة لك لها ثواب عظيم. فيتعامل مع الله معاملة تجار، أنا أسوي لك هذا العمل أنت تعطيني هذا الثواب، بس ما تعطيني أنا ما أسوي. ويوجد قسم من الناس هكذا لو لا يوجد. تقول له ليش ما قلت مثلا بالذكر المعين الورد المعين؟ قال مو لهلقى الثواب يعني. بينما الله يريد عباده من هالنوع. هاي يسمونها عبادة تجار، تبحث عن الربح وتفكر بالخسارة والربح، وهذا هذا مو تفكير عبيد مثل ما يريد الله سبحانه وتعالى. بينما يوجد قسم آخر هو أرقى أنواع العبادة، وهي عبادة الأحرار، وهذا اللي يمثلها أمير المؤمنين سلام الله عليه عندما يخاطب الله. شي يقول؟ إلهي ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، ولكنني وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. شايف الكلام شلون راقي؟ وأن هذا الرجل قد تجرد عن الدنيا وما فيها وحتى الآخرة وما فيها. يعني مو لزغل لعيون أمير المؤمنين حتى خلاه يتعبد تلك الجواري الحسان أو تلك الأشجار والأثمار والقصور في الجنان، كثر ما هو قرب الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول يعني كأنما فحوى كلام، مفهوم كلام أمير المؤمنين، يعني لو يوجد رب يستحق العبادة غيرك يا رب لعبدته، لكن لا يوجد. ولكنني وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. هذا النوع اللي يقصد الإمام الصادق عندما نعت عم العباس بالعبد، مو العبودية العادية، هذا النوع. لذلك يسألون أمير المؤمنين سلام الله عليه أنه يا أمير المؤمنين أيهما أفضل لديك، مكوثك في الجنة أو مكوثك في المسجد؟ أنا وأمثالي شي يقول؟ يقول الجنة أكيد، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. شي اللي بالمسجد؟ شنو بمسجد يعني؟ حيطان وكذا. لكن نظر أمير المؤمنين مو إلى هذا، لذلك هو الذي أجاب بعد ذلك، قال بل في المسجد. لماذا في المسجد يا أمير المؤمنين؟ قال لأن مكوثي في الجنة رضا لنفسي، أنا ألتذ، أنا أستأنس بما هو موجود في الجنة، لكن مكوثي في المسجد رضا لربي، وهيهات هيهات أن أقدم رضا نفسي على رضا ربي. هذا النوع، هذا القسم اللي نحكي عنه احنا العبد الصالح، هذا النوع. ولذلك تشوف أرقى صفة أعطاها الله لأعز خلقه وهو الرسول صلى الله عليه وآله، شنو؟ لفظ العبد. لذلك تقرأ الآية شو يقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى، قال برسوله، قال بنبيه، قال بخاتم رسله، قال لا بعبده. فقدم مسألة العبودية، وصف بالعبد. وبعد كثير من الأنبياء في القرآن، ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب، نعم العبد وصفه. وانت بصلاتك كم مرة تجيب بالتشهد شو تقول؟ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده، بعد ذلك شنو؟ ورسوله. فتتفكر ده التقديم والتأخير اعتباطي، كلام الله كلام أهل البيت ما يحتمل اعتباطية وارتجالية، كل لفظ يقولون تأخير تقديم كل له معنى وحكمة وغاية. فعندما قدم العبودية أولا بعد ذلك عن الرسالة تكلم، إشارة على أن مقام العبودية مقام سامي جدا.
فلذلك نعرف شنو هذا اللقب الذي لقب به العباس. وهذا العبد الصالح يعتبر أيضا من ألقاب الإمام باب الحوائج موسى بن جعفر سلام الله عليه. لذلك أنت إذا ترجع إلى كتب الحديث والرواية مثل الكافي الشريف ما لا يحضره الفقيه تهذيب الاستبصار مثلا، شوف في بعض الأحيان كثيرا ما يتكرر هذا الاسم. روالنا العبد الصالح، قال العبد الصالح، يقصدون بالعبد الصالح من؟ الإمام موسى بن جعفر، تقية تورية يسمونه بالعبد الصالح. فالآن من خلال هذا كل العرض استفدنا بأن كلمة العبد الصالح وهذا التلقيب لقب جدا عظيم، والعباس كفوء لهذا اللقب لو مو كفوء، يستحق هذا اللقب لو ما يستحق. لذلك هذا الشخص الذي يوجد فيه هكذا مؤهلات تتوقع هذا وجوده وبقاءه، ثروة لو مو ثروة، وأن واحد ما يفرط بمثل هكذا شخصيات. لذلك عندما ترجع إلى أرباب المقاتل يقولون بأن الحسين سلام الله عليه كان عزيز وضنين عليه العباس، بحيث كل ما أراد أن يتقدم إلى المعركة في يوم العاشر كان شنو يمنعه، يقول له أنت العلامة من عسكري، إن أنت مضيت آل أمرنا إلى الشتات، إن بعثت عمارتنا إلى الخراب، أنت سناد ظهري، أنت كبش كتيبتي. لذلك يقولون العباس كان هو آخر نبلة في كنانة الحسين عزيز عزيز. لذلك يقول لك أبدا ما يعني ما أذن له بالقتال، وإنما أعطاه رخصة مقيدة عندما جاء العباس وقال له يا أبا عبد الله لقد ضاق صدري، أنا أسمع الأطفال يتضورون عطشا، يجي للطفل يمرغ يعني وجهه على التراب الحار يقول له عم أنا عطشان، تأتي له الأطفال الصغار تأخذ يده وتخليها على صدرها وتقول شوف وتحسس يا عم حرارة قلبي من العطش. والعباس صاحب نخوة وغيرة ما يتحمل هكذا كلام ومواقف، فلذلك جاء للحسين قال له يا أبا عبد الله لقد ضاق صدري، اسمح لي بأن أأتي ولو بقليل من المال هؤلاء الأطفال. فلذلك يقولون أعطاه رخصة مقيدة، فقط تعطي بشنو؟ تجيب شوية مي وترجع، مو مأذون له بالقتال أبدا، ولكن عندما وصل إلى المشرع وملأ القرب أراد أن يرجع اعترضوه فصار القتال بينهم فقتلوه، وإله مو مأذون أبدا بأن يقاتل. هكذا كان العباس. وشان تريد بعد موقف يبين أكثر عزازة العباس عند الحسين، هو أنا أسأل الآن أكثرنا آباء والحمد لله عندنا أولاد، الله يخلي أولادكم إن شاء الله ويقر عيونكم بيهم، أيهم أكثر لديك محبة وقرب في قلبك؟ يعني كون منصفين ونتكلم بعد العواطف شوي، نتكلم بحقيقة، أنت أخوك أقرب إلى قلبك لو ابنك؟ خب الأخ على العين والرأس وما يتعوض الأخ، بس الولد أيضا ثمرة من الفؤاد، يعني هذا يصطب القلب يعني عند ما يروح، وخصوصا إذا شاب. ها فالواحد على كل حال أقرب إلى ولده طبيعي امتداده هذا، لكن بالنسبة للحسين اختلف الموضوع. أول الهاشمين تقدما للمعركة من؟ ولده علي الأكبر، قدم ولد أولا وأخر العباس أخوه، والعباس صار آخر من تقدم من الهاشمين إلى المعركة. هذا شنو يعطي؟ إشارة إحنا مو بس نقرأ المقاتل هكذا وتمر علينا مرور الكرام، تعال ما تدقق فيها تعرف أمور كثيرة، لذلك تبكي بعد ذلك على الشخصية بحرارة أكثر لأن صرت تتعرف عليها أكثر. هكذا كان العباس العدو، العدو كان يعرف العباس شنو
بيوم العاشر عندما جاء وقت الظهر ولم يقتل الحسين، عندها يقولون نادى عمر بن سعد: يا شمير، يا شبث بن ربعي، يا حجار بن أبجر، فلان فلان من قيادته وجمعهم. قال: انتوا تعالوا اسألكم، وصلنا لوقت الظهر الآن وما قضيتون على الحسين، ايش عجب يعني؟ هذا واحد. يقولون: عندها استشاط الشمر غيظا وصرخ في وجه عمر بن سعد وقال له: يا أمير، أنسيت أن مع الحسين بطل؟ هو واحد حقير هذا ومنحط أجلكم الله، بس يعرف مقام العباس. قال: إن مع الحسين بطل. يقول: هذا وحدة جيش، هذا الوحدة كان جيش، ايش تحكي انت؟ لذلك عندما قتل العباس يقول لك: الدعاش قد واحد بأن أنا الذي قتلت العباس. وقال لهم عمر بن سعد: أنا أعلم، مو واحد ولا اثنين، الجيش كله اشترك في قتل العباس، ولولا ذلك لما استطعتم أن تقتلوه، هذا العباس. لذلك ايش قد صعب على الحسين أن يرى أخاه يدخل إلى المعركة، ويعرف بعد هذه آخر، بعد دخوله بعد ما يشوفه الملتقى في الجنة. لذلك عندما دخل العباس يقولون إلى المعركة، الحسين كان عند باب فسطاطه يراقب بطولات العباس وما يفعل في المعركة. زينب إلى جانبه ترى مرآة المعركة في وجه الحسين سلام الله عليه. شوي زينب تسأل: ماذا يفعل العباس الآن؟ وحسين لازم مركز وتجري دموع، وشاف نسف جيش العدو وفلل جموع، وطلعت مريبة ترتجي زينب رجوع، تصيح الكفيل ابطع ساهي عود. خيال العباس الآن ينزل بفرسه في وين؟ في المشرع. نزل يقولوا عندها، تخيل بعض الروايات تقول 7 أيام ما شاربين مي، وبعض الروايات تقول 3 أيام. ها؟ فارس وبادل مجهود ومقاتل أبطال وعطشان عطش شديد ويحس ببرودة الماء، شلون؟ ها شلون؟ يقولوا عندها غرفة غرفة أدناها من فمه مو ليشرب. لذلك أنا أخالف كثير من أرباب المقاتل عندما يقولون كان يريد أن يشرب وتذكر أخاه الحسين فرمى الماء. لا، العباس كان يريد أن يختبر نفسه، وإلا هو عازم من الأول بأنه لا يشرب، وهو نسى الحسين حتى يتذكر الحسين. لذلك يقولون أدنى الماء من فمه وإذا به يقول: يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كنت أو تكوني هذا الحسين وارد من وعيني وتشربين باردا خاض الماء بس هيا سبردا ترس جفا يروي عطش شبدا تذكر للنخوم حسين بعد ذب الماء من شفة وتحسر. يقولوا عندها ملا القربة وضعها على عاتق امتطى فرسه أراد أن ييمم بوجه نحو خيام الحسين اعترضوه. قال لهم عمر بن سعد: حولوا بين العباس وبين المخيمات، فإن وصل بالماء إلى الحسين وشرب منه أفنوكم عن آخركم. الحسين يقولون على باب الفسطاط
ويتعرف على سلامة العباس من خلال اللواء، حيث كل ما كان يرفرف يعني معناه العباس باقي. كلها ساعة وإذا بذلك اللواء قد سقط على الأرض، وإذا بصوت العباس: أخي حسين عليك مني السلام. قطع العدة جفوفي يا أخويا والعلم مال، بالعجل شوف البيرقك يا حسين شيا. طاح الحميل يا ابو علي وقلت الحيلة، وما اقدر اشيل سلاح والقربة ثقيلة. مال العلم يا حسين خل ضغام يشيله، لا ينكسر جيشك يا بن حيدر يا سرده. وإذا بصوت من عمق المعركة يصل إلى مسامع الحسين: والي حسين قموا من الخيام ذبوا العمايم، هذا قمركم من خسف يا أولاد هاشم. يا حسين قوموا وبالعجايل جيب شيال سردال جشاياك، لا تركفوك لرمال عنكم ابو فضيل مشى وضاعت هالعيال. دركة تراه بجانب المسنات نايم، ما اسمعك تنادي وعباسا وسيدا. يقولوا عندها جاء له الحسين وانقض عليه كانقضاض النجم من السماء، وجاء لذلك الاخ شلون شافه بيا حالة مفضوخ الراس لا يمين لا شمال، وقال له: يا اخويا وين بتارك طرحته؟ قال له: يا اخويا انقطعت جفوفي وتركته، ولو سلم جفي كان هالبيرك نشرته، ورديت للخيمة وجود الماء يسالم. قال له: يا خويا بالفضل في وين الجفوف؟ قال له: يا خويا تقطعت ما بين الاصفر ودمي على عيني جمد يا حسين ما شوف، نشف دمومي يا بقية آل هاشم. يقولوا عندها جاء الحسين ووضع رأس العباس في حجره. الله لا يوقفك هكذا موقف على أخ وعزيز، ها واحد مثل أبو فاضل صعبة والله. يقول: وضع رأسه في حجره. العباس كان مخشن عليه، ما يعرف من عند رأسه ليش. بعد ذلك يقولون أفاق من رشوته، يريد يشوف من هذا الفارس بس ما يستطيع. تقدر تقول لي ليش؟ يقولون: لأن عينا فيها السهم، هو الثانية قد جمد عليها الدم، شلون يشوف؟ وإذا به يقول له: يا فارس أمهلني قليلا حتى يأتي ابن والدي فأتودع منه ويتودع مني. هذا الحكي شلون أثر بالحسين؟ ايش قال له؟ قال له: أنا أخوك الذي كسرت ظهره. أنا الحسين. وإذا به يضع الحسين يده على ظهره ويقول: الآن انكسر ظهري، الآن شموت بي عدوي. قال له: أبو فاضل لازم أشيلك أنا الآن، أودك للخيام، ما تضل هنا، لا تدوسك الخيل.
وعزم يشيله ليلة مخيم قال ما روح خلي على الشاطئ اعالج بطلعة الروح وما اقدر اروح الخيام وانظر زينب وانظر دمع سكنة على الخدين ساجب شي يقول له يقول له خويا انكسر ظهري ولا اقدر اقوم والله ولا اقدر اقوم صرت مركز يا خويا الكل الهموم والله الهموم بعدك يا خويا استوحدوني القوم وصرت بعدك يا ابو فاضل انا محيار يقولون عندها انزل راس العباس وخلاه على التراب رجع الى المخيمات يكفكف دموعه بس ما حكى ويا احد ها يقولون سيده جين وين راح دخل الى خيمه العباس سوى يقولوا عندها أسقط عمدها فبمجرد أن أسقط العمد وإذا بالنساء يتصارخن وعباسا وزينب تنادي وأخاه وين أبو فاضل شي جاوبها الحسين ويلي قلها يا زينب راح عباس والله عباس راح الضغم اللي يرفع الراس والله الراس وظل يبكي عليه الدرع والطايا ويا أس اقول لك ابيات الدعاء اذا عندك حاجه مقضيه بحق ابو فاضل يقولوا ارادت زينب ان تذهب لكفيلها للعباس تروح لحتى تشوفه بيا حاله هو على كل حال فمنعها الحسين لا تشمتي بنا الأعداء يا أخي بس متى راحت إلى ما تقدر تخليه بمجرد أن جن الليل وجاء الظلام يقولون خرجت إلى وين إلى المشرعة إلى نهر العلقمة حتى تشوف كفيلها ها؟ أول ما شافت ابن حرقة قلب ترى عذر زينب يعني الآن وحيدة أصبحت ايش ظلت تقول تقول لا يا عباس مو انا من المدينة بذمة مجيد لاجلك ولاجل حسين عفت الوطن والبيت اشوف جيت الكربلة ومني تبريت بعتوا السهم مني وبليتوني بهالعيان هذا اول الامر لكن بعد ذلك يوم استوضحت الامر شافت شو تحكي تتكلم عن شنو مصيبة العباس والله الجل من ما يتحملها عذرة الاخ شو تقول تقول له محلل الروح يا العباس كلها موعد ميادك محلل روح يا العباس كله موعد بأعدامك غيري وغير اخوك حسين ما واحد عرف معناك نايم على النهر مشكور وانا ماشي ويا عداك وللكوفة واظن تالي للشام تودون لمن اللواء أعطيه ومن هو جامع شملي وفي ظنك الزحام يقيني أخي كسرت ظهري وقلت حيلتي وبما قاست سر ذو الأحقاد والضغني
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، بحق باب الحوائج أبي الفضل، فرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فرجا عاجلا كلمح بالبصر أو أقرب من ذلك. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، لا سيما جرحانا، من عليهم بالشفاء والصحة والعافية. اللهم فك أسرانا وأسيراتنا من السجون عاجلا. اللهم ومن أرادنا وأراد قيادتنا وعلماءنا بسوء فأرده، ومن كادنا فكيد. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين، وأخرجنا من بينهم سالمين. جماعتي الحاضرين، احفظهم فردا فردا، لا سيما المؤسسين لهذا الاستماع والاجتماع. أطل اللهم في أعمارهم، وسع في أرزاقهم، وفقهم لما تحب وترضى. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، لا سيما الفقهاء والعلماء والشهداء وخدمة الحسين ومن مات على الإيمان، نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة تسبقها صلاة.